السلام عليكم. غاز ثنائي أكسيد الكربون لعلاج الهالات السوداء، السيلوليت، التجاعيد، الترهلات وكذلك الخطوط البيضاء والحمراء. بعضكم أن غاز ثنائي أكسيد الكربون الذي ينتج عن الاحتراق الكامل للغابات أو لوقود السيارات أو ينتج عن عملية التنفس لدى الإنسان والحيوان له قدرة خارقة في علاج الهالات السوداء والتجاعيد والترهلات والسيلوليت والخطوط البيضاء والحمراء. منذ صغرنا كان أساتذتنا يحسسوننا بمدى خطورة ارتفاع غاز ثنائي أكسيد الكربون في الهواء أو في الجو، حيث يساهم في تلوث المناخ والضرر بالإنسان وكذلك بالبيئة. لكن العلم يكتشف في القرن الأخير مدى أهمية هذا الغاز في علاج مشاكل الهالات السوداء بشكل نهائي والتجاعيد وكذلك السيلوليت وكذلك التخسيس وكذلك الخطوط البيضاء والحمراء من الجلد. السؤال الذي يطرح نفسه هو كيف يقوم غاز ثنائي أكسيد الكربون بعلاج الهالات السوداء والتجاعيد حول العين لحدوث خطر بسبب غاز ثنائي أكسيد الكربون؟ فيجب أن يكون الشخص قد استنشق كمية كبيرة جدا من هذا الغاز ليحدث له ضرر. وفي مراكز التجميل يقومون باستخدام وضخ كميات محددة من هذا الغاز بواسطة جهاز معين يحدد الكمية المناسبة من هذا الغاز لعلاج مشكلة الهالات السوداء والتجاعيد حول العين، وبهذه الطريقة لا يسبب ضرر بالنسبة لجسم الشخص. لماذا يتم استخدام غاز ثنائي أكسيد الكربون لعلاج الهالات السوداء والتجاعيد والسيلوليت بدل استخدام الأكسجين أو أي نوع آخر من الغازات؟ كما تعلمون أن غاز ثنائي أكسيد الكربون يتكون من ذرتين من الأكسجين وذرة واحدة من الكربون CO2. هذا الالتحام بين الكربون والأكسجين وذرتين من الأكسجين يجعل من هذا الغاز قادرا على توسيع الأوعية الدموية، وعندما تتوسع الأوعية الدموية في منطقة التي تم حقن فيها هذا الغاز سواء أسفل العين أو في أي منطقة من الجلد أو الجسم يتم دخول كميات كبيرة من الدم، وكما تعرفون فالدم يكون ممزوجا بالأكسجين، وهذا الأمر يساعد على ضخ كميات كبيرة من الدم والأكسجين في نفس الوقت إلى منطقة حول العين أو المنطقة المحقونة، مما يؤدي إلى اختفاء التجاعيد، اختفاء الهالات السوداء، واختفاء السيلوليت، واختفاء الخطوط البيضاء والحمراء، واختفاء الترهلات في المكان المحقون بهذا الغاز. عملية حقن ثنائي أكسيد الكربون أسفل العين أو في أي منطقة من الجلد تسمى تقنية الكربوكسي، تقوم بالبحث عنها جيدا، فهي موجودة أيضا في المغرب، وهناك أطباء ومراكز مختصة تقوم بعمل هذه التقنية التجميلية لإزالة الهالات السوداء والترهلات والسيلوليت وجميع أغلب مشاكل البشرة. هذه التقنية ليست بتقنية اكتشفت في السنة الأخيرة أو تقنية جديدة، هي تقنية قديمة جدا اكتشفت واستخدمت منذ أكثر من 50 سنة في أوروبا، وتستخدم أيضا في بعض مراكز التجميل بالمغرب وموجودة. هل كنتم تعلمون من قبل بهذه التقنية؟ هل سبق واستخدمتم العلاج بثنائي أكسيد الكربون؟ إن سبق واستخدمتم العلاج بهذه التقنية المرجو أن تشاركونا تجربتكم أسفل الفيديو في التعليقات، وإلى اللقاء إلى فيديو آخر إن شاء الله.